فقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة. الدعاء هو الطلب، ويدعى الإنسان بمعنى أنه يطلب منه الحضور. ويوم القيامة عرصاته عديدة ومشاهده كثيرة، ففي عرصات يدعى الناس فيها لأمر، ثم يدعون بعد ذلك في عرصة أخرى لأمر آخر. وهذا كله ثبتت به نصوص الكتاب والسنة. قد دلت النصوص على أن الخلائق يوم القيامة يدعون. قيل يدعون بأنبيائهم، فيقال: يا أتباع محمد، ويا أتباع عيسى، ويا أتباع موسى. وقيل يدعون بكتابهم، فيقال: يا أتباع القرآن، ويا أتباع الزبور، ويا أتباع الإنجيل، ويا أتباع التوراة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والإمام هو الذي يقتدى به، فالقرآن إمام، والكتاب المنزل من السماء إمام، سواء كان القرآن أو غيره. وكذلك الأنبياء والرسل فإنهم أئمة، لأنهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه، فهم أئمة. ففي عرصات يوم القيامة يدعى الناس، ويدعى الرسل وأتباعهم. وهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة،